هل يصح حج من عليه دين، وخصوصا إذا كان الدين بمبلغ كبير لا يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا يستطيع تحديدها؟ نعم، حج من عليه الدين صحيح، ولكنه آثم إذا حج وعليه دين، لأن الدين يجب قضاؤه والحج ليس واجبا عليه فيما إذا كان عليه دين، لأن الله تعالى اشترط في الحج الاستطاعة، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن عليه دين فإنه لا يستطيع أن يحج إذا كان حجه يحتاج إلى مال. أما إذا كان حجه لا يحتاج إلى مال كرجل في مكة يستطيع أن يحج على قدميه بدون أن يخسر شيئا من المال، ففي هذه الحال يجب عليه الحج وليس آثما فيه، لأن ذلك لا يضر غرماءه شيئا. فيفرق بين رجل حج أو بين رجل يحج بلا نفقة لكونه من أهل مكة ويستطيع الحج على قدميه، وشخص آخر لا يستطيع أن يحج إلا بمال. الأول له أن يحج ولو كان عليه دين، بل يجب عليه الحج إذا كان لم يكن أدى الفريضة. وأما الثاني فلا يلزمه الحج ولا يحل له أن يحج وعليه دين، لأن الدين قضاؤه واجب، والحج في حال ثبوت الدين على الإنسان ليس بواجب. بارك الله فيكم.